واحد صعيدي بيودع ابنه في المطار وبيقول له محمدين، قال له خبر ايه يا ابوي؟ قال له اسمع يا ولدي، انا اخر امنيه في حياتي قبل ما اموت نفسي اشوفك عترطن زي الخواجات وتتكلم انجليزي. انت اول ما تسافر امريكا وتتكلم انجليزي تبعت لي مكتوب اجي اشوفك عشان اموت وانا مستريح. قال له ماشي يا ابوي. بعد 6 أشهر بعت لابو جواب قال له احضر يا ابوي دلوقتي انا اتكلم عن انجليزي زين 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 احسن من الامريكان. الراجل ما كتبش خبر وسافر امريكا وعلى العماره وراح طالع وقف قدام باب الشقه بتاعت ابنه وقعد يخبط. فتحت الباب بنت امريكانيه جميله قوي، فبصت له قوي كده، راح بصص لها الصعيدي قال لها ولد هريدي هنا؟ قالت لي وهنا. نقول لمين؟ واحد باع البكا عايز يموت مراته حط لها في الاكل مسدس. واحد صعيد عايز يولع سيجارة ما عندوش كبريت، ساكن في اوضة قاعد يدور على كبريت شمال يمين، طلع فوق نزل تحت مفيش كبريت، طلع برا الشارع يشوف حد معاه كبريت مفيش كبريت، دخل عايز يولع السيجارة قبل ما ينام، اخر ما زهق راح طافي الشمعة ونايم. واحدة تخينة دخلت المطبخ لقت حرامي راح اتحطها في الارض وراحت قاعدة فوق منه، وقالت لابنها الصغير اجرى ده انده ابوك من على القهوة. الحرامي من تحت منها يقول له بسرعة يلا بسرعة. واحدة صعيدية نزلت مصر بتتمشى في القاهرة ومعاها ابنها الصغير، فالعربيات كتيرة وزحمة سيارات، فالولا قال لها ايه يا ماي ده العربيات هنا ماشية من غير حمير؟ قالت له اتنيل يا واد الحمير من دوة. واحد صعيدي عامل غياب من الجيش ومدورونه مكتب عشان ياخد الجيزة، فالقائد بيقول له يا ابني عملت غياب ليه؟ قال لي يا بيه يوم الاجازه بتاعتي ما انتهيت لبست هدومه عشان ادع الجيش. قال له طب وبعدين اللي حصل؟ قال لي سمعت في الراديو ورده الجزائريه تقول خليك هني خليك وبلاش تفارق رحت قاعد. قال له طب وايه اللي جابك؟ قال لي النهارده الصبح بفتح الراديو لقيت فريد الاطرشي يقول سافر مع السلامه ترد علينا بالسلامه رحت جاي. قال له طب 15 يوم حبس واي دمعه حزن لا. واحد بع البكي قاعد بياكل في ضوافره سرح في موضوع وصل لحد كوعه. كلب عض واحد صعيدي ادوا للكلب 21 حقنة. صعيدي دخل عربية الخرسانة السيارة اللي بتمشي تلف دي اللي بتشيل البطون، خرج منها قال عليها الطلاق بقى انت داخل الملاهي دي. صعيدي عامل حادثه في المستشفى ورايحين يحققوا معاه، بيقولوا له قوم يا شيخ عملت الحادثه دي ازاي؟ قال لي يا بيه امبارح بالليل وانا قاعد بعد ما تعشيت والدنيا مست عليا ركبت المستكل بتاعي ورحت ازور اخويا في البلد اللي دنبينا، وانا ماشي في الشارع لقيت مستكلين دايين عليا دولهم يمين دول شمال دولهم شمال دول يمين، رحت داخل في النص، راح الدكتور قال له الله يخرب بيتك ده كانت عربيه نقل. اتنين سعادة بيقطعوا تساكر من شباك القطر، فطبعا الشباك بتاع الفلوس فتحة صغيرة كده والراجل قاعد بيقطع التساكر تخين قوي، فبيقول له محمدين، قال له خبرية حسنين، قال له عستغرب هيدخلوا الراجل التخين ده ازاي من الفتحة الزغنونة دي؟ قال له يا عبيد ده هم بيدوبوه صغير وربوه دوة. جماعة سعادة قاعدين على شط اسكندرية وجنب منهم جماعة اسكندرانية فعايزين يتسلوا مع بعض، فواحد من الاسكندرانية راح رايح له قال له يا بلدينا، قال لي عايز ايه؟ قال له تيجي تسابقني في الغطس ورهان على 10 جنيه اتشارت انا وانت، اللي يطلع قبل التاني يخسر 10 جنيه. قال له ماشي. وقفوا جماعة الصعيدة حيوا الصعيدي بتاعهم، وقفوا جماعة الاسكندرانية حيوا الاسكندراني. الصعيدة وقفوا يقولوا هوبا محمدين هوبا محمدين، الاسكندرانية هوبا باسكندر هوبا باسكندر. الاتنين نزلوا شوية وطلع الاسكندراني اتكسف خسر الرهان خد زمايله ومشيهم. بعد 10 أيام رجعوا على البلاج لقوا الصعيدة لسه واقفين يقولوا هوبا محمدين هوبا محمدين. حد السيارة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي واللي فيه كلهم ميتين السواق بال7 الركاب. الدنيا اتقلبت، جه طبيب الشارع دخل يشوف اسباب الوفاه، خرج يضرب كف على كف، فالظابط بيقول له ايه في ايه؟ قال له تصدق كل اللي قاعدين في العربيه دول هم صعيده؟ قال له ايه اللي عرفك؟ قال له انت عارف اسباب الوفاه؟ قال له لا، قال له كانوا بيتعلموا ربط الكرافتات. واحد صعيدي بيكح
راح للدكتور، الدكتور كتب له على دواء وقال له بعد 4 ايام تجيني. بعد 4 ايام راح له خلصان شايلينه وازازه الدواء معاه. بقول له يا عم ما خدتش الدواء ليه؟ قال لي يا بيه المعلقه ما رضياش تخش جوه الازازه. واحد بعلبك نزل بيروت دخل السينما وقعد شوية والنور اتطفى، قاعد يزعق ولع النور مش شايف، ولع النور مش شايف، ولع النور لا قاعد بظهره. واحد بعلبكي ماشي في الشارع يخبط على دماغه ويقول يا رب ناسي ايه، يا رب ناسي ايه، يا رب ناسي ايه، يا رب ناسي ايه. عدى واحد جنبه منه قال له ازيك يا عبود، قال له ايوه عبود الله يخرب بيتك. واحد صعيدي سافر ليبيا بعد 3 ايام رجع، ومراته قاعده في البيت لقت الباب بيخبط الساعه 3 بالبيت، ففتحت لقت جوزها. قالت له يا راجل ايه اللي دابك؟ قال لها اعمل ايه، رحت ليبيا ما لقيتش هناك شغل رحت دايق. قالت له يا راجل انت عايز الناس تضحك علينا وتقول ما عرفش يشتغل في الخارج وده؟ قال لها يعني اعمل ايه؟ قالت له انت تخش في الاوضه اللي دوه ديت نقفل عليك وتقعد لك شهر 2 وبعدين تطلع وما تخليش العيال تشوفك عشان ما تقولش، وبعد شهرين تطلع تقول للناس انت ديت من ليبيا وخلاص. اقتنع بالفكرة دخل جوه بالصبح تدخله الاكل، بالليل يبص من خرم الباب يطمن على العيال وخلاص. في يوم هو قاعد بالليل سمع صوت غريب قوي بره، بيبص من خرم الباب لقى واحد بيبوس مراته، راح فتح الباب وقال لها يا فجره طب استنى لما ارجع من ليبيا.